شوف اليوم مين عازمني على الغداء. متخانق مع الدجاج. حسيت انا عم بتخانق على المهم دجاج مضبي. ايه يعطيك العافيه برو حبيبي. الله يعافيك يا رب. تبغى شوي؟ اوكي بس بدي اورجيه الفيو. عمر عم يطلب لنا تحلاي. والله كيف بدي انا التزم معه بالدايت؟ والله لازم تصورني. يبرني الحلو. يبرني العمر انا. قد قد بعد شوي. يبرني هني قد. الله يسامحك يا كوتش. يعني لو انت لازم تطعميني الدجاج مشوي. وير از ماي سالاد؟ سالاد؟ هيها وصل. هاي السالاد. حبيبي صحة. في كمان لسه ولا خلاص؟ يا حبيبي يا اخي. ظابط خلاص؟ خلص ظبطت حالي. قبل شوي صورته كان طالع هيك. فعلي عيد الستوري. طب هلا شو الفكرة هلا؟ شو الفكرة هلا؟ ما كنت حطيتها لايديك على فكرة. والله. ما عدت الستوري شكل عادي. كل يوم فضحني بكل. قال لي برو انسحب. بالله عليك ماشي. طب ليه تحكي القصه؟ طب ليه مسحتها؟ عم خبرهم انا هلا من طيب. القصه بس ايه. المهم وين اخذنا برو؟ شو؟ فيني صورك؟ شيل اصبعك من تمك. يلا اوكي. اوكي اول وين اخذني؟ ها؟ رايحين ناكل برو. يس رايحين على مكان جدا جميل اسمه دي 3 رايحين ما بعرف لوين وما بعرف ليه وما بعرف شو بس اخذني ولا انا بس سمعت انه حلو برو. والله؟ والله. وشو محل صرامي يعني رايحين؟ لا 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 رايحين هلا حنتعرف على عالم ونشوف عالم. في نسوة اكل يعني؟ ها في اكل بس. يوب يلا بدك للحق. الناس بتكره كلمه لا. ماشي الدنيا بالمقلوب. ماشي كل شيء ممنوع بطل في فرق كبير. يا عين الله. واو هذا المكان بالدي 3 فيه عنده اشياء غريبه بس اعتقد انه اليوم اخر يوم يمكن. كل شيء غريب هون. في نويز. في باند ورا. شو على اسرع سرعه 70 كيلومتر بدبي؟ هيدي ساين قديمه. هاي معلومة جديدة بو. يا ريتك ما اعطيتني اياها. حاضر. اوبا عصير اناناس مسجون. والله مسجونة صح؟ ايدك لو سمحت. هذا خصيص. بدي اجرب لك اياه. مسجون الي هاد. اجرب لك الطعم عشان اعطيك التيست تبعه. خذ اجري فيك واللي بيعزمك مرة ثانية. ما عزمتك اصلا. سو جينا على البولينج. بدي العب بدي اتسلى عادي فبيجي هذا الشاب هذا البني ادم بده يتحداني وعامل لي حاله فيها لعيب. شوف قد ايش سكورو 20. انا قد ايش سكوري؟ وين سكوري انا؟ 93. هاي لسه ما خلص الجيم اصلا بس يعني فاشل عم يتحليك وعم يتخبى عم يعمل حاله ما انا شايف. المهم لعيبه البولينج تعالوا لي شو هذا اللي زعله؟ هو ده اللي زعله. برو 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 فكر مرتين فكر مرتين. هو ده هو ده. احيانا ما قلت له جايز خلص الموضوع وانا وصل للاخير بس خسر مع زاك كينج بس المهم وصل للاخير ظل الاخير والله صعبوه عليك كثير بس ظل شاد حيره بس زعلان حس في وش في الموضوع انا مش عارف ليش بدك غير الضوء اقرب لك اياه لا مو انت بس مو انت تغير الضوء لك مين عم برو انت لا 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 حبيبي حبيبي هذا بيلتمس هيك مو هيك شو صار؟ عم تتشاطر علي؟ لا يا غالي. مسيطرة. لا ماشي مسيطرة. ورد. جاي من البيت. جاي من البيت عادي. مرت ملاته من البيت. جايز قاعدين انا وعمر واحمد نشيط وزياد واحمد واحمد ما شاء الله كم احمد واسامة. يا سعدي عم نحضر لايف لانس. مبدئيا راح انس كان في بنات المهم انس فاز اول راوند لسه في كمان اكثر واكثر المهم حيفوز 120 اصاله 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 وين اصاله اصاله مين 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 ما لقطنا هون المهم اللينك موجود على الانستغرام ما حعرف احطه على سناب فروحوا انتوا دوروا عليه
اوكي جايز، سو هاي الفاينل بين زاك وانس. ليش عم تعزمون على البنت؟ وين انس؟ دور انس لسه ما حيطلع هلا، مش مهم هلا، المهم الشقرة. ان شاء الله انس يفوز. مين بتشجع؟ انس اكيد. انس 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 مليون.